تدريبيه. ما هي هذه الحقيبه؟ ايش هدفها؟ يا والله هدف الحقيبه التدريبيه هذه تدريب هذا الموظف على مهارات الان التسويق، وتشمل مهاره اداره الوقت، مهاره التفاوض. اذا هو يحدد ايش هدفنا من من الحقيبه. اذا رقم واحد سيحدد لنا الان ما هو هدف الحقيبه التدريبيه. الشيء الثاني سيبدا يحدد ما هي الوحدات المعرفيه، يعني ما هو الاشياء التي مفروض ان هذا الموظف سيدرسها. وعلى فكره قبل ما يقدمها للمدرب لازم تروح للمدير المباشر، عشان المدير المباشر ماذا يفعل؟ يوافق عليها، يقول والله ترى احنا متفقين. فسيحدد ما هي الوحدات المعرفيه. ايش الوحدات؟ عارفين الفصول اللي سيدرسها الموظف، يعني سيدرس الفصل الاول كذا، الدرس الاول كذا، هذه معناها الوحدات المعرفيه والمهاريه. اين تكون هذه الاشياء؟ هذه منصوص عليها فين؟ في الحقيبه. فيكون يحدد ايش الوحدات، يجمع مادة علمية. مش دوره ده يجمع مادة علمية، هذا دوره يوصف بس، يوصف. طيب ماذا يقوم بعملية؟ يقوم أيضا بعملية الآن عندنا اسمها عملية وضع حاجة اسمها معايير المتدرب المرشح للبرنامج التدريبي. الشخص اللي يترشح ايش تكون معاييره؟ ليش لازم تكون معايير الشخص المرشح للبرنامج التدريبي؟ لازم تكون تنطبق عليه مجموعة من المعايير. هذه المعايير تكون تتناسب مع من؟ مع الوحدات. فقال خلاص هذا حدد الان المعايير. شيء خطير ثاني، بعد ما يضع الان المعايير سيضع معايير ان يكون هذا الموظف واحد، هذا بطاقه وصف وظيفي حقه. اثنين، ان يكون من شاغلي وظيفه التسويق، ان يكون هذا الموظف من الناس اللي يعملون مجال التسويق الالكتروني. فما ينفعش واحد مسوق عام مثلا، يحتاج يكون عنده خلفيه في اللغه، لازم يكون عنده خلفيه في كذا. فيضع من معاييرنا. ايوه احسن، تفضل. فيضع عندنا معايير اسمها معايير التدريب، ثم بعد ذلك يضع عندنا معايير. هذا شيء خطير.